أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع كبار الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز. نعم، جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة السيد كلاينيف رئيس التنقيب والإنتاج الدولي بشركة شيفرون. وخلال اللقاء بيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال النفط والغاز في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن المملكة تتطلع دائما إلى تطوير هذا القطاع باعتباره من القطاعات الهامة في المملكة. من جانبه أشاد السيد كلاينيف بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال النفط والغاز والتي جعل منها مصدرا مهما للطاقة، مؤكدا حرص شركة شيفرون على التعاون مع مملكة البحرين في مختلف مجالات النفط والغاز. بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع السيد كلاينيف فرص التعاون بين الجانبين بما يحقق التطور المستمر لقطاع النفط والغاز.